شو لساتك نايم؟ شو بك عم تصرخ؟ حاسس راسي حيطق من كتر ما انا مصدع. والله لك انت شو شربان لحتى رايح فيها هيك على الاخر؟ شكلك متقل السكرة. تحكي لنا شو قصتك؟ كنا هون انا وبنوش وكل زاوية ببيتك شهدت على اروع لحظات حب عشناها مبارح. كيف يعني؟ يعني انحلت القصص بيناتكم ولا عم يتهيأ لك؟ كل الامور بيناتنا تمام، بس ما عم بتذكر شيء. مجد، لو كنت جنبي ما بيهمني حدا والله. شو عم تساوي؟ لمين طبخة هالشوربة؟ لأليس، طبخت لها شوية شوربة لأنه نامت امبارح بدون ما تتعشى. ما بيصير تاخدي أكل على غرفة نومها للخانم. شو فاتحين أوتيل؟ ست إقبال، شفتي بعينك قديش تعبت امبارح، حرام تضل بلا أكل لهلا، بجوز تمرض المسكينة. ما رح تمرض، لا تخافي، وإذا جاعت بتنزل على المطبخ تاكل مثلها مثل غيرها. لو بدي أتقلع من بيتكم ما رح خليكي تتحكمي ببنتي أليس أبداً. أمانة مريم ما حدا بيأذيها وأنا عايشة. لك أهلين بأبو السوس. بما أنك سكران خليك مرتاح ورح أجيب شي ناكله. كفو شريك. سونيا، ممكن تتركيني لحالي شوي لأحكي هالتليفون إذا ممكن؟ هاد أحسن اللي عم يتصل. لا تنبسطي كتير يا بانا، بس ليطيب أبوكي رح أقول له كل شي. خدي راحتك هلأ، مو مشكلة. إيه حبيبي؟ ليش طولتي كل هالقد؟ شو مضيعة تليفونك؟ لا بس من شوي صحيت من النوم. إيه طمني عنك. شو صحصحة؟ بلا مسخرتك بنوش، انت ليش تركتيني ورحتي؟ حبيبي، انت ليش فورا بتعصب علي؟ لما بتشرب كتير بتصير مو حلو. المهم هلا بدي شوفك. وانا بس كيف بدي اطلع؟ والله ما بعرف، شو رايك تحملي حالك وتجي لعندي هلا على بيت سميح؟ وحياتك ما خرج لانه بابا. انا زعلان منك بنوش، واذا ما صالحتيني اليوم ما بضمن حالي اني اتعرف على شي وحده. خلص حبيبي لا تكبرها. لا عم كبرة ولا شي بنوش، جاوبي هلا رح شوفك اليوم. ماشي، بس روح شوي، خلص بشوفك. طيب أنا ناطر تليفونك. ماشي حبيبي، بوسك. شلون هلأ بدي أفركها من البيت؟ أوس. خير ماما؟ تعا بدي أحكي معك شوي. شو في؟ اقعد بالأول. أكيد بتعرف إنه اللي صار امبارح هو فضيحة كبيرة. إيه بعرف. ليكون ما عجبك تصرفي. على كل خلينا نحكي بالمهم. أنت بتعرف إنه أبوك رح يزعل كتير إذا عرف بالشي اللي صار معه، وتحديداً إذا عرف إنه ابنه متورط بشغلة سرقة، مستحيل يقدر يثق فيك مرة تانية. إيه بعرف منيح، وكان بدي نحكي بالموضوع بيني وبينك. شو رأيك ما نجيب له سيرة؟ لأنه بعرف شو رح تكون ردة فعله سلفاً. وأنا هيك عم أقول لحالي. بلا ما نقول شي لأبوك ونزعله ونخلي الموضوع بيناتنا. طيب شكراً كتير أمي. إيه بس إلي شرط واحد. أنا جاهز لأي شيء. قرر جنب مين بدك توقف، يا أنا يا أليس. كيف؟ صداقتك معها لازم تنتهي، لأنه وقفتك جنبي أكيد رح تدعمني كتير، وأنا ما رح أنا مستحيل أتخلى عن أليس، وهيك شغلة ما بقدر أعملها. أبوك على التليفون. شو قلت؟ قلت انه انا ما بتخلى عن أليس ابدا لو شو ما صار، وانا مسؤول عن اللي بقوله، وفيك تقولي له لابي شو ما بدي. اي طيب، وانا هلا ما رح خبره بشي، رح اعطيك فرصه تفكر بالموضوع كم يوم. اهلين بكري. ايه هات احكي لي لشوف شو يلي صار معكم انت واوس. بابا يلي صار مانو مقصود، يعني مجد ما في حدا بيسرق سياره بدون قصد. بس نحن ما سرقنا السيارة، لأنه رجعناها، فيك تقول بس استعرناها. هلا مو وقت المزح يا مجد. ايه معك حق، مو قصدي، ما تواخذني ما عاد عيدها. اللي عملتوه كان تهور. بتعرف أحسان، كثير انبسطت لأنكم ضليتوا عندي امبارح هون بالبيت، بس ليش ما أخذتها لعندك على البيت؟ بنوش هيك بدها. هيك لكان، قال ما بترتاح ببيتي مثلي. آه والله؟ انتوا فاتحين الكمبيوتر امبارح؟ بقى انا حطيت موسيقى، شو المشكلة؟ لا ولا شيء. سميح ما تكون اتضايقت لأنه اجينا على بيتها؟ لا ولو، انت بتعرف انه هذا البيت هو بيت العشاق، خدوا راحتكم. شو رأيك نشرب لنا شي فنجان قهوة؟ لا ما بدي شكرا. اها الست بانا من خوفها اجت لحتى تمحي كل الصور اللي عندي. برافو عليكي. الواحد بيستمتع باللعبة لما بيتواجه مع وحدة قوية. بس لسه ما لعبتك على المظبوط. ما اديت كتير لأني ما كنت حاطك براسي. إحسان؟ شو بدنا نضلنا قاعدين بالبيت؟ أنا مليت من القعدة شوي، خلينا نطلع. أليس أنت منيحة؟ إيه منيحة شوي شوي على مهلك. خالي هاجر ليش عم تصرخ أوس؟ مو شايفني قاعدة عم اشتغل؟ وشها لأليس كتير مصفر أكيد من قلة الأكل. عفواً؟ مين هي؟ خالي هاجر. أنا عن جد ما شفت بحياتي مثل هالوقاحة. حبيبتي أليس شلون صرتي؟ تعالي معي، قومي حط لك اكل بالمطبخ. خالته هاجر مو جايه على بالي اكل، يسلموا. ما بيصير أليس، لازم تاكلي شيء او على القليله تشربي شي كاسه عصير. ايه مزبوط ما بيصير. هلا عامله حالها مريضه، عن جد قديشها محتاله هالبنت. انو بنت يا لين ما فهمت، انا هلا مو شايفه بنت ثانيه غيرك قدامي بالصالون، على اعتبار انه اخوكي رجال. طنشي أليس لا تردي عليهم. تفضل بابا. شو طلعت امك؟ ايه طلعت وما رح تتاخر، يلا اتصل. وبانا؟ جوا باوضتها، بتكون عم تدرس. الو مرحبا، انا كاظم ترك اوغلو نجدت بيك. عفوا بس في راتبين الي ما اعطيتوني اياهم، وانا هلا نجدت بيك، صدقني لو ما كنت مضطر والله ما كنت طلبتهم، بس وضعي الصحي أبدا مو كويس وبحاجة لعلاج. طيب ماشي. شو رح يعطوك ياهو؟ ما رح يعطوني شيء وأكيد رح أتدلع، ولأني تخانقت مع موظف التأمين قام ابن الحرام طق لي برغي عند المدير. أهلين لين. بانا ساعديني، أي فستان بلبس؟ ولا واحد عاجبني، شو رأيك الأحمر ولا البنفسجي؟ اليوم لازم كون كتير حلوة. ليش؟ في شي مشوار عندك اليوم؟ لا بس في شغلة براسي بدي ساويها. سميح بيك صار له كم يوم ما عم يسأل فيي أبدا، لو تشوفيه امبارح كيف كان حامل الست أليس وجايبها على البيت. ما فهمت كيف يعني؟ قال شو؟ مغمى عليها، عم تمثل عليكم. طبعا عم تمثل، والله مليت منها، مليت من هالحركات، وهو كيف مصدقها ما بعرف. وشو بدك تعملي؟ بالاول بدي اشوف سميح وانا لابست له شغله بتجنن، وبعدين رح ورجيه العين الحمراء وخليه يركض وراي كم يوم. عن جد برافو عليكي، من الاول لازم هيك. طيب قولي لي شو البس؟ شو ما لبستي بيطلع عليكي حلو، انت كل شيء بيلبق لك. ماشي حبيبتي، هلا بشوف شو رح البس واكيد بخبرك شو رح يصير معي. ايه اكيد خبريني. شوفك، باي باي. ليش متوترة هيك بانا؟ يعني شو بده يقول؟ خلص روقي تمام، لوين رايحة؟ على الكلية، عندي دوام، ما هيك؟ اوف منك يا بابا، ما رح تسافر بقى، شوف وجودك شو عم بخليني البس. بانا شو ما بدك تروحي على جامعتك يا بنتي؟ خلص بانا روقي واهدي. أنا طالعة، بدك شي ماما؟ سميح؟ كنت اليوم عم قول لحالي يا ولد يا سميح، معقولة تغلط بحق حبيبتك وتعصب هيك عليها؟ روح اشتري ورد وتعال صالحها، ومشان هيك اجيت لصالحك، ما تواخذيني. شو حلوين وهدول لمين؟ سميح؟ لمين يعني؟ هدول الوردات للملكة طبعا، اما للأميرة. شكرا كلك ذوق سميح، تفضل. إذا بدك بنمشي فورا. مو بالأول لازم نضيفه فنجان قهوة ونقول له شكرا لأنه ساعدنا بالمشكلة تبع أوس؟ العفو، هذا واجبي، أنا ما عملت شيء، أوس أخوها للين الحلوة. تفضل. ودوقي هي كمان. ما عاد فيني آكل شيء أوس. أليس ايوه هيك بدي اياكي، بتسمعي الكلمه. مو قدراني روح على الدوام اليوم. ما مشكله، ارتاحي اليوم، وهدول الفطاير بدهم يخلصوا، وبعدين ما تنسي فورا بتاخدي دواكي. ايه اوس بجد شكرا، عطول بحسك اخي اللي واقف جنبي. انا مو بس بحسه، انا متاكد منه. اللي قالوا الدم بحن كلامهم مزبوط. اخ يا اولاد لو تعرفوا انكم اخوه عن جد. طيب انا صار لازم روح، اذا ما اكلتيهم كلهم والله لازعل منك. بدكم شيء؟ انا تاخرت على دوامي. روحي الله معك. صحي بابا، شو صار معك مشان الكمبيوتر؟ اليوم كمان بدي روح على المكتبه مشان الوظيفه. تفرج ان شاء الله يا بنتي، أنت نجحتي ودخلتي كلية الطب، وأنا وعدتك جيب لك هذا اللي مدري شو اسمه، سجلته عندي هون. شكراً بابا تسلم لي، وبوعدك دير بالي على دروسي منيح. شو بدي أقول لك، بما إني قاعد بدون شغل رح صير كل يوم وصلك وجيبك من الجامعة. كاظم أنت لساتك تعبان، لوين بدك؟ بعدين مين اللي قال لك إنه أنا تعبان؟ أنا عم ينشغل بالي لما عم تتأخر على البيت، باخذ جريدتي وبقعد بستناها بشي جنينة لبين ما تخلص. بس يا بابا يا كاظم مو مستاهل. خلصنا بقى، يلا أنا جاهز، تفضلي. هاتي ورداتك لحطهم بالمزهرية. بس ماما لا تحطيهم بالمي لو سمحتي، خليهم برا. طيب حبيبتي. ليش واقف؟ ايه سامحتيني حبيبتي؟ والله عم فكر بالموضوع، اصلا لو ما اجيت كنت رايحه لعندك لورجيك الزعل على اصوله. بالله جد؟ شو لكان؟ وفي عندي شروط قبل ما صالحك كمان. وشو هي هالشروط؟ ممنوع من هون ورايح انك تشوف المخلوقه يلي اسمها أليس، وما بدي اياك تقرب على اي بنت بنوب. ايه وبدي دللني وتاخذني مشوار كل يوم. اوه اهلين برجال كلها والله. حليان كأنه الحبس ناسبك. عوز حبيبي، بتعرف لازم تعتذر منه لسميح لأنه طالعك من هالورطة. ولو يا خالي إقبال، الشغلة مو محرزة، نحن أخوة. الحمد لله طلوعك بخير. شكرا كتير، أنا رايح أمي. الله معك، لا تنسى تفكر بالموضوع اللي حكينا فيه. والله برافو عليكي، سجلتي طب ورفعتي راسنا. ايه والله، بس الدراسة مو سهلة. وشو أكتر شي صعب؟ أصعبهم دروس المختبر. هي الدروس تبع المشروب؟ الله يسامحك، مشروب شو هذا؟ عم امزح معك يا بنتي مشان تضحكي شوي. ايه والله إذا بدرى إنك حطيتي المشروب بتمك لحتى أذبحك. شو صار لك بابا؟ معقولة أنا أشرب يعني؟ خربطنا، كان لازم نروح من هديك الجهة على اليسار. بابا هلا صار وقت المحاضرة تبعي. طيب أنا روحي أنت، رح روح استناكي هنيك بجنينة لتخلص. لا بابا، بجوز تطول المحاضرة شي ساعتين ثلاثة، فشو بدك تعمل؟ إذا بدك روح استناني بالمطعم لأخلص مشان ما تمل، وبس أطلع بتصل فيك. ما في داعي، مو محرزة، بقعد بشي مكان وبقرا الجريدة ولا همك. يلا يا بنتي اتكلي على الله، لا تأخري. طيب بابا. يعني مو ملاقية صعبة إنك تعيش بعيد عن أهلك يا سميح؟ طبعا صعبة خالي، بس احيانا بشعر اني تعودت على غيابهم، ووقت بتصير معي شي بحس قديش انا بحاجتهم. بس امي عم تيجي لعندي، يعني بتقضي نص السنة باسطنبول والنص الثاني عندي، بس بابا نادرا ما يصح لي شوفه لانه على طول مسافر. اكيد الوحدة صعبة، بس واضح انه هالشي مخليك مسؤول عن نفسك وقت حالك. شكرا كثير. ما في تاخدي بتوقف نضحك. اوبا ما فيني اركض وراك. هاجر، في عنا ضيوف هلا، إذا بتريدي خدمة حتطلعي معه على غرفته. لا خليه، مو مشكلة، أنا بحب الأولاد كتير. ورجيني لشوف شو هاد الكتاب. عالم الديناصورات، أنا عندي أكثر من 50 كتاب بس عن الديناصورات. وشو بدك فيهم؟ أنا عندي سيارة قوية كتير، وبس تعطيها شوية بنزين بتطير مثل الصاروخ. طيب أنا بعرف كل أنواع الديناصورات، وإذا بدك بعدل لك ياهون. طيب وبتعرف شو؟ سيارتي نوعها بيجو سبور، وكمان لونها أحمر. ليش انت ما بتعرف انه السيارة اللي لونها احمر ما بيركبوها الا البنات؟ ايه مدحت؟ لا تزعل منه صغير. شو يلي عم بيصير معك يا مجد؟ قال شو صدفة؟ ايه شو هالصدفة العجيبة هي؟ ليش هو بيكون موجود بكل الصدف يلي عم تصير؟ لا هيك واحد ما لازم اسمح له يخطفها مني ابدا. يلا أليس ما لها غيرك. لازم يكون في مخرج تاني اطلع منه. مو وقت الخوف بانا، كوني قوية وقت حالك وإلا رح توقعي بمصيبة كبيرة. أنا عم بستناكي بالكافيتيريا. أحسن. أنا بصراحة بنوش، نحن شو اتفقنا؟ معقول كل ما بدي شوفك تطلعي لي بقصة جديدة؟ حبيبي بتمنى شوفك هلأ، بس ما بقدر، عندي كم مشوار ضروري وكمان أبي معي، وإذا قدرت أهرب منه بحكي معك وبجي لعندك. هيك ما بيناسبني، أنت اخترتي. أوروفوار. شو بدي أعمل أنا هلأ؟ شو راح سمير؟ طلع على الحمام اللي فوق. يا ترى أليس بالبيت؟ ما بظن تروح على الجامعة وهي مريضة. لا لا أكيد هي بالبيت. مجد مجد في شغلات كتير لسه ما عرفتها عنك مجد. مجد صرعتيني بمجد. مجد مجد أهلين حبيبي. بنوش شو صار معك؟ أنا وحياتك ما رح أقدر أجي. مو مشكلة حبيبتي، والله الشغلة مو بيدي، عم قلك أبي معي وما بقدر هلا أروح لأي محل. بنوش من هون ورايح لكن لا تلوميني، إذا بكرة شفتيني مع بنت تانية تذكري مين المسؤول عن اللي صار. إحسان أنا رح أطلع من هون بلا ما تجي وتتعذبي. لك ببوس إيدك بس تفهمني. إحسان أوف يا الله، كله من بابا كله من بابا، منين اجتني هالورطة. شو صار معه طول كتير؟ معقول كل هالوقت بالحمام؟ هيك قل لي حبيبتي. معلش أنا مضطرة أمشي، تأخرت على الدوام. سلمي لي على سميح واعتذري لي منه. أوكي حبيبتي؟ خلص ولا يهمك. بس بدي أعرف ليش هالصورة مهمة عندك يا أليس. مين هي؟ مين؟ أمي. أمي شو قصة أمك يا أليس؟ ان شاء الله بس تعجبه التيشيرت اللي جبت له اياها. اوس كانك مبكره اليوم، خلصت محاضراتك؟ معك حق، بصراحه كنت عم استناك. شو رايك نروح على الكافيتيريا؟ ايه منروح، بلكي بروق اعصابي شوي وبهدأ. في شيء؟ متضايق كثير ومزعوج من لين امي البيت واللي صار معنا امبارح. طب امشي نروح ونحكي. لك شو صار معه هاد؟ سميح غريبة، وين راح؟ وين بده يكون راح يعني؟ صباح الخير خالي. مجيد تفضل يا ابني. شكرا خالي، طمنيني عنها. أنا منيحة، بس أليس مو كثير منيحة ومشغول بالي عليها والله. فيني أطلع شوفها؟ يلا اطلع. منيح اللي شفتكم لاني ضايعه. خير بانا، انت شو جابك لعنا؟ بحكي لك اوس، هي قصه طويله مو وقتها هلا. شو في بانا؟ شو صاير معك؟ اوس وين في مخرج ثاني غير هاد؟ ما بعرف. في باب للموظفين من هون بس اغلب الوقت عم يكون مسكر. شو بدك فيه؟ اوف يا لو سمحت اوس مو وقت الشرح هلا. اوس ممكن تجي شوي معي؟ لك بس شوي. ليك اوس ممكن تضل معي شي نص ساعة؟ أنا بحاجتك، أنا ضايق خلقي كثير وما بقدر أطلع لبرا هلا. الله يوفقك. ليش؟ اقعد معي بالأول وبحكي لك ليش، يلا. بس يا بانا. يلا اوس شبك؟ شو اوس؟ بعتذر، أنا ما رح أقدر. طيب ماشي. مروة فيني آخذ اللابتوب تبعك؟ بدي فوت على النت شوي إذا ما بدك إياه. هو مو إلي بس. ماشي مو مشكلة، خديه. شكرا، بشيك على ايميلي وبرجع لك اياه. انت عم تطمني عليها؟ شو عدا ما بدا؟ كيف هلا منيحة؟ تفضل وقف على الباب وشوف بعينك شلون صارت حبيبتك، هي بأيدي أمينة. العمى وصلت فيك الوقاحة لهون. بشو مشغول فكرك؟ أنا ما بعرف، بس شوفت بانا شغلت لي بالي. بما إنه مشغول فيها يعني بانا كتير بتهمك، كنتوا رفقة أنتوا وصغار؟ مو هيك يعني، نحن كنا رفقة بس مو من زمان، مروة خلص انسي. إيه طيب، مو مشكلة أبدا. بعدين شو بدنا فيها غير الموضوع؟ شو معك بهذا الكيس؟ لا ولا شي، كنت جايبة هدية لشخص غالي بس هلا خلص ما عاد إلها معنى. ليش؟ أوس أنا جوعانة. وأنا كمان. لو سمحت. شو لوين؟ عملت لكم شاي ما بدكم تشربوه؟ لا شكرا أنا ماشي. ليش؟ في عندي شوية شغل. قلي شلون صارت؟ ما بعرف، بس شكلها منيحة. شو يعني ما شفتها؟ مو فايقة، بس واضح إنها منيحة كتير، مو ناقصة شي بنوم. يا الله دخيلها، شو صاير له هذا؟ أمورتي روح سميح من هون بيكون أحسن لك. يه حبيبي شو بك؟ أوعك تلمسني. خير لين شو بك؟ مو عرفان شبني؟ قلي شو كنت عم تساوي بأوضتها؟ حبيبتي أنا قبل شوي حكينا بالموضوع، بتحب ذكرك بشو قعدتني؟ لين أنت فهماني الموضوع. لا تبلش تلف وتدور، أنا بعيوني شفتك جنبها. شكلك عشقانة عن جد؟ استغنيت عني بهالسهولة يا سميح؟ شو عم تقولي لين؟ تخنتيها؟ فهميني حبيبي، أنا كنت عم دور على أوضتك وبالصدفة لقيت بابها مفتوح، ففضولي خلاني فوت لعندها، ولما شفتها نايمة قلت لحالي بفوت شوي وبشوفها. يعني المخلوقة مريضة ومو حاسة على حدا، فشو بدي ساوي عندها وانت فورا عملتيها قصة عشق. برافو عليكي. طلع فيي سميح، أنا ما بقبل كون أنا وهي الشرشوحة بنفس المستوى، فهمان أنا شو عم بحكي؟ والله عم تظلميني معك. بعدين أنا ما بحب حدا غيرك وانت بتعرفي هالشي منيح. اللي بعرفه إنك وعدتني سميح، بس وعودك هي مو قدرانة صدقها أبدا. أنا بحبك لين وهذا الشي ما بده وعد، فهماني؟ معقولة؟ وعيوني إلك. طيب بنشوف. ايه؟ خير، أنا رح أمشي، بدي أخلقي، رح أعمل لي لفة بالسيارة. فكري باللي حكيناه بهدوء، مفهوم؟ طيب، بوصلك على الباب؟ لا روحي، أنا ماني ضيف. ما تكون قلت شي ضايقك مروة؟ مو هيك أوس، مزعوجة من غير موضوع. طيب قولي لي شو الموضوع المزعوجة منه؟ بلكي بنقدر نحله. عن إذنك شوي، رايحة على الحمام. شو باينتك فقت يا حبيبتي؟ ايه والله اخيرا فقت، اوس عطاني دواء كثير ثقيل ما حسيت على شيء دغري نمت. ايه منيح، احسن لك. اوف باينت هالنومه ريحتك، اليوم اجاكي زوار كثير أليس. والله جد؟ ايه، اجا سميح وراح قبل شوي. منيح لكان اني كنت نايمه. ومجد اجا زارك، حتى عملت له شاي بس ما رضي يشرب. امتى اجا؟ اجا وقت اللي كان سميح عندك، طلع لهون وبعدين نزل، بس راح بسرعة لأنه قال عنده شغل كتير. وقت إجا مجد وين كان سميح؟ أنا ما شفته تحت، يمكن كان بغرفة لين. أوف يا الله. أكيد مجد وقت لقاكي نايمة ما رضي يفيقك. بكون عصب ومشي فورا لأنه أكيد شافه لسميح. والله بجوز يا بنتي. ولما راح كان شكله مو رايق. ايه بعرف، ولهيك لازم روح وشوفه بسرعة. بس انت مريضة، اجلي هالمشوار لبعدين. إذا أجلته ما بستفاد شي، هلأ لازم روح شوفه. والله أعصابي ما رح تهدأ إلا إذا جبت لي شي بنت ظريفة هلأ. إيه خليني شوف مين في بالقائمة. جميلة؟ لا. شيرين؟ مو حلوة. ريهام؟ إيه من زمان ما أجت، بس لازم جهز لها شي هدية محرزة قبل. اوف شلون نسيانة مفتوحة. منيح انه الفيش محطوط بالكهرباء مشان الشحن. خلينا نشوف لمين سجلنا آخر شي. والله وقعتي يا بانا، شو مشتهي شوفك هلا. نعم. في كلمتين لازم احكيهم انا وياك. ليش؟ الحكي مع سميح مو مكفيكي؟ اوف متوقع تكون ردة فعلك هيك لأنك شفته بالبيت. شو جابوا لعندكم؟ مجد، سميح مو معقول يجي يشوفني، هو اجى لعند حبيبته. وأنا عم قول هيك، حبيبته. طيب هلا أنت ليش معصب مني؟ بالنهاية هداك بيت لالين مو بيتي أنا، ما بقدر أمنع حدا يفوت عليه. إيه وأنا ما فيني حدد لها مين يجي لعندها من رفقاتها، وإذا بيحبوا بعض فشو دخلني؟ هالحكي كله ما عاد مهم بالنسبة لإلي. شو بتقصد؟ أليس أنا كتير تعبان، إذا ما عندك شي تاني تقوليه. لا عندي، لا سميح ولا غيره بسمح لهم يأذوا علاقتنا ويدمروها. قدروا يدمروها. اسمعي، أنت في اتنين شاغلين قلبك. حافظي على سميح لأني أنا انسحبت. مجد، ليش ما عم تستوعبني؟ سميح ولين بيحبوا بعض وبيجي أحياناً على البيت ليشوفها، ليش أنت عم تدخلني بهالقصة؟ سميح بأي صفة بيفوت على غرفتك؟ كيف؟ أليس لما فتت على غرفتك شفت سميح قاعد على تختك وحاطط إيده على وشك. وهيك خلصنا النسخ كويس. وإحسان عم بيألف لي قصص وحكاية عن شو عمل هديك الليلة. ورجية وطالعه كذاب؟ لا مو وقتها. هلا بلاها، خليه واقف معي. بالأول بنبعت نسخة لبانا. ماشي يا بنوش خانم، رح خليك تندمي على كل شي عملتيه معي، ورح شوف شو بدك تعملي لما بيوصلك هذا الإيميل. ايميل تاني اكيد بيكون طار عقله لاني محيت له الصور. طيب هات لنشوف شو اللعبه الجديده اللي عم بتدور براسك هلا. يخرب بيتك شو هاد؟ سكر بقى العمى. شو صار لهاد؟ شو صار؟ يا سميح شو شبكي؟ مثل العادة ما في جواب؟ يا خسارة، ما كنت مفكرك هيك جبانة. مجد، اصحى تحكي شي وتندم عليه بعدين. نسيت كل شي، انك طلعتي بسيارة سميح ورحتي لعنده على البيت وطنشت على كتير مواقف. كل هدول حكينا فيهم. مزبوط، صح، كل هالمواقف صارت صدفة، ومع هيك أنا نفذت وعودي لإلك ومرقت لك إياها. بس امبارح شو؟ أليس تخانقت معهم كلهم، تحديت عيلتي كرمالك، وبابا ما رديت عليه. وشو شفت لما رحت وفتحت الباب؟ شفتك وأنت بين إيديه وهو حاملك. انت بتعرف منيح كيف طلعت من البيت وقتها. خلينا نقول اني ظالمك وعم افهمك غلط على طول. اليوم الصبح قلت انه لازم اكون جنبك وما اتخلى عنك ابدا، بس انت خذلتيني. شو بتقصد؟ أليس حاجة تكذبي علي؟ كنتوا سوا بغرفتك وهو قاعد على تختك. انا كنت نايمة مو حاسة على شي من الدواء اللي اخذته. بكفي لهون وبس. أليس أنا حبيتك، صدقيني حبيتك لدرجة إني وقفت بوش كل الناس اللي حواليي، بس أنت تخليتي عني من شان واحد تافه. لا يا مجد، لا تقول هيك. بعدي عني، أنا مو غبي أليس. صحيح بحبك، بس أنا ما بساوي، وبتمنى لك تكوني مبسوطة بحياتي يا ماما. أنا لما بكون معك بكون مبسوطة. لو سمحتي اطلعي من بيتي. وصلت معك لهون؟ لو سمحتي. أنا ما بدك إياني أطلع من حياتك. أنت اللي بتكون خطرت. بس بدي أقول لك إني جرحت جرحين كبار بأمري ومستحيل أقدر أنساهم. الجرح الأول من أمي وأنت الجرح الثاني. شكراً بجد، شكراً لأنكم ما خليتولي أمل ثاني بهالدنيا.